صباح الخير مولاي. حنشوف إذا كان خير أو شر يا إبراهيم. مولاي السلطان، عندي خبرين مناح. أولاً، هديك الخاينة تعاقبت. مو هذا المهم. أنت وين كنت يا إبراهيم؟ أمنتك على حياتي وعيلتي، والنتيجة حضرت جنابك، جبت لي جاسوسة ومجرمة وحطيتها بين حريمي. مولاي السلطان، أنا بستحق تعاقبني أقصى عقوبة. صدقني يا مولاي، أنا هلأ مستعد تحط كل حياتي تحت رجلي. مولاي اقطع لي راسي، بس أنا بترجاك إنك لا تشك بولائي لإلكن. موضوع رح يتذكر، بس ما رح انساه. نسيانه مستحيل، وهلأ مو الوقت المناسب إني حاسبك. مهم هلأ إنه هيام جاي بعد شوي، ولساتها لهلأ أعصابها متوترة. بنظر اللي صار، أنت اللي مسؤول عنه. مولاي، وصلنا خبر اليوم الصبح إنه شاركان عفى عن فرانسوا، مكتوبكن أثر فيه. شاركان تراجع خطوة بسبب تصميم حضرتكن. اليوم بعد الظهر اجمع كل أعضاء الديوان بغرفة العرض. اليوم رح ناخد قرار مهم، لازم نخلص كل شيء وبسرعة. كل شيء؟ من اليوم عالم جديد، صار لازم نتحرك. سلطانة، انتي من اليوم ممنوع تفوتي لهون يا فريال، مفهوم؟ تفضلي، فيكي تطلعي. اسمعيني منيح سلطانة، أنا ما كذبت عليكي أبداً. حرقت الصورة يلي كانت هون مشانك، من قلبي كنت مخلصة إليك. هددوني كتير ورجوني كمان، بس أنا ما بعتك. أنا حميتك يا سلطانة هيام، إلك ولولاد السلطان، وكنت رح موت كمان. شو كان لازم أعمل؟ قولي بموت؟ فيكي تأمريهم إنهم يموتوني. مولاي عم يستناني بالحديقة. سلطانة، سامحيني، بترجاكي إنك تسامحيني. لا تظلميني. مولاي عم يطلب اجتماع الديوان يا إياس باشا. طالب الاجتماع بخصوص هديك الجاسوسة؟ أخذ بعض القرارات وحيبلغكن فيها. أنت ابعت خبر فوراً لهيئة الديوان. أمرك. رئيس الحرس عم يستناك، خليه يجي. ايه طبعاً. حضرة الباشا طلبتني؟ يا آغا، شلون بيكون في خونة بكتيبتك؟ اللي شو هالفوضى هي؟ اللي كيف بيصير هيك موضوع انت مو دريان بشي؟ أكيد في لسه خونة ولازم ينقمشوا فوراً.
وانت بنفسك رح تحقق مع كل عناصرك المشتبه فيهم واليوم قبل بكره. بدي اسمه واسم ابوه، مين هو جده ومين هي امه ومنين اجا، لازم اعرف كل شيء عنه. واذا ارتكبتوا اي غلط رح اقطع لك راسك، وبعدين رح اقطع لكم راسكم كلكم. يلا ادع من وشي. مولاي هويام، طمنيني صرتي منيحة؟ منيحة يا مولاي. أنا لما بكون جنبك بكون مرتاحة. تعالي جبتلك هالحصان، هذا هدية لإلك. كأنك ما حبيتي. حبيته كتير، حلو كتير. شو اسمه؟ ما له اسم، هذا حصانك وانت لازم تسميه. عشق حيكون اسمه. حلو كتير، يلا اطلعي. خلصنا، يلا حبيبي خلينا نطلع على الجنينة. أنا ما فيني أطلع معك، عندي تدريب على استعمال السيف. سلطانة كوزة، أنت طبطي؟ إيه صرت منيحة. مصطفى يلا انت روح اتدرب، انا بلحقك بعد شوي. سلطان بوس إيدي وبوس رجلك، سامحيني. شوفي كوثر، مرة تانية ما تفكري إنك تساوي أي شي بدون علمي. أنا ما بسامحك أبداً. رح يكون موتك عايدي. حبيت سمي هالحصان عشق لحتى تعرف قديش أنا بعشقك. شكراً يا مولاي. أنا اللي لازم أتشكرك على كل شيء قدمتي لي إياه. بالأول أنت قدمتي لي السعادة، وبعدين الحب، وبعدين الأولاد. مولاي السلطان، أنا مستعدة كرمالك أنه ضحي بحياتي وروحي. أهلين بحبيبي. أنا حابب أتسابق معك بالأحصنة. اليوم ما فيني، عندي شغل مهم كتير، خليها لبكرة. حلو حصانك.
الموضوع تسكر هو يام خانم وفتحوا مو لصالح حدا منا. ما بدك تقول شي لمولاي؟ هاي فرصتك لحتى تخلص مني. لا ما رح أقول شي، بس مو مشانك انت، مشان مولاي السلطان ما يكتوي بالنار. أنا مو حابب ينكسر قلبه أبدا ولا يتعرض مقامه لهيك صدمة. ظالم يا إبراهيم باشا، أنت فعلا ما عندك رحمة ولا حتى في عندك ذرة ضمير. إيه فعلا أنا ظالم. على فكرة ما بيهمني شو ما قلتي ويام خانم، أكيد ما رح تجرحيني لأنك شو ما عملتي مولاي السلطان بتضل ثقته فيني كبيرة. بس تذكري هالشغلة طول عمرك، فضلي انتو كلياتكن هلأ عايشين، وهلأ المفروض انكن ما تنسوا هالمعروف يلي ساويته معكن. بكفي انه ولادك حيضلوا عايشين وانتي لساعتك قريبة من مولاي السلطان، لا تنسي هالشي ابدا. وانت كمان لا تنسى انه صار في ناس دمهم برقبتك. الحق ما بيموت ابدا. شو صاير مع إبراهيم؟ معقول ما انتبه لنا؟ يا ترى ليش تصرف هيك؟ بجوز ما رفع راسه لأنه بيحترمني، شو بده يكون صاير خديجة؟ أنت يا بنتي كتير مكبرة الموضوع. بس مولاتي السلطانة خديجة معها حق، مو من عادة الباشا يمر بهالطريقة. بكون شاف ويام هو جاي وأكيد ضايقته بشي كلمة مثل عادته. سلطانة هيام، السلطانة الأم عم تستناكي بالحديقة وحضرت لكم سفرة غير شكل. أصلاً رايحة لعنده. مولاتي سلطانة خديجة. سلطانة صحتين وعافية. عادي خلينا ناكل. ليش هيك وشك مصفر؟ تعبانة شي؟ مو كتير. مولاي السلطان هداني حصان اليوم وأنا سميته عشق. عشق؟ خايفة هالاسم يقوم يقتله. العشق الحقيقي ما بيموت أبداً، حتى لو مات بيرجع بيعيش. لو شفتي هالحصان يا سلطانة، مو معقول شو حلو. يلا رح تبرد السفرة، بلشوا كلوا. سلطانة، أنت صار لازمك وصيفة جديدة. يعني هالوصيفة المفروض تكون أمينة ومخلصة. سكروا هالموضوع لو سمحتوا. أنا بدي أنسى اللي صار هداك اليوم. ويا ريت أنت كمان تنسي هالموضوع. لأنه خلص، بكفي. مستحيل هالموضوع أنساه. عطول عم اتذكره. ما عم بقدر انسى لما جهزتوا هديك الجارية وبعتوها على الجناح الخاص، وبدل ما تحب السلطان طلعت الجاسوسة ناوية تاخذ له روحه وتقتله. هيام خانم، يا ريت تلتزمي أدبك
ليش هالحكي هلأ؟ نسياني إنه السلطانة موجودة؟ يلا قومي عن الصفرة. مولاي السلطان سليمان المعظم. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم والتوكل على رب العالمين. يا باشوات، يا أفندية، يا قاضي، لا يشرح يتعاقب. اللي حاول يغتالني واللي رفض إيد السلام اللي مدينا له إياها، لهيك رح عاقبه وأخفيه عن وش الأرض. رح أمشي بطريق أجدادي اللي فتحوا أوروبا بالماضي، روما، بودين، فيينا، وكمان هابسبورغ، وكل الأراضي اللي بيحكمها الفاتيكان رح تصير أراضي عثمانية. هدفنا الأول رح يكون بودين، ورح ننتصر. دولتنا اللي قدرت تهزم روما الشرقية، ودولة المماليك يلي قدر يحقق كل هالإنجازات وينشر عدالة الإسلام بكل مكان، قادر يخلي المجر وما بعد المجر وطن لكل عثماني شريف بيناتنا. كل الغرب رح يكون محكوم بالحدود اللي منرسمها. الشواطئ رح تكون للعثمانيين، ما رح نسمح لأي سفينة تعبر بدون إذن منا. شاركان تركوا لفرانسوا حر بسبب رسالة مني، والأمراء اللي عم يدعموا مارتن لوثر رح يوقفوا معنا ويفتحون للطريق ضد العالم كله. ورح يفهم شاركان اللي هزم الملك الفرنسي إنه دولتنا هي القوة الوحيدة، وما في قوة تانية بالعالم ممكن تعادلها. نحن رح نبعث لايوش على جهنم، ورح نغرز العلم الإسلامي بقلب أوروبا بإذن الله. بإيماننا بجيشنا وقوتنا رح نساوي هيك. سوف أعمل على نشر الإسلام بكل مكان على سطح الأرض، وأقضي على أعدائنا من المشرق إلى المغرب. سيكون النصر حليفنا. يا باشوات، يجب أن تكونوا بكامل الجاهزية، والله خير معين. آمين. مولاي، رح نعلن هالشي بخطبة الجمعة لكل العالم، للصديق والعدو. إبراهيم باشا، بدي الجيش يكون جاهز بأسرع وقت ممكن. بعد خبر لكل أمراء الجيش، جهزوا الطرق والجسور مشان الحملة، ارفعوا الأعلام وانصبوا عمامة السلطنة، والله خير معين. أمرني باشا. وين النصوح أفندي؟ طول النهار بالخيمة، ناديله يا باشا. خليه يجي لهون فورا. أمركم مولاي. شو صار معك يا أندرا؟ السلطان سليمان عم يجهز جيشه بقادرنا، وإبراهيم باشا على راس جيشه، وهن متوجهين لفيلبا لفتح طريق بودين. هذا كل شيء وصلنا مولاي. السلطان سليمان جاي لينتقم مني. في شي خبر من الفاتيكان؟ سفيرنا لساته هنيك وما أجا لهلأ. مولاي، إذا خضنا هالحرب بدون ما نتلقى الدعم رح يكون دمار كبير بالنسبة إلنا. أنا برأيي نعمل اتفاقية سلام معهم. أبداً، هالشي مستحيل يكون، ما في تنازل. سليمان ما رح يفوت على بودين إلا لتكون قبره.
مسمي لي هذا حجل؟ ايه حجل، والله عملته بايدي. حاجتك بقى بلا حكي، احكي الحقيقة وإلا أقسم بالله بقطع لك لسانك. هذا مانو حجل، هذا صوص مقلي، حتى مانو صوص، بجوز يكون زغلول، هالشغل مو مقبول بنوب. استغفر الله. يلا بسرعة خدون، حط لهم شوية بهارات وكمان شوية مربى بندورة ومكسرات، يلا نقلع منوش يروح. يعني وجبة الإفطار إذا بتمر على خير وسلامة رح صلي التراويح بثلاث جوامع. مهبول. باشا باشا، ولك مفكر اني ما فيني قتلك واخلص منك؟ كل نهارك مقبور ونايم، لا شغلي ولا عمله، وقاعدين عم يخدموا فيك. باشا باشا، ما بدي اسمع ولا كلمه. مولاي السلطان عفى عنك وما قتلك يا نصوح، شو بدك اكثر من هيك؟ مو بايدي يا باشا، انا تعبان. خلاص ما بدي اسمع ولا كلمه. اسمعني منيح، لازم تفهم بقى، مضى أكثر من شهر والمخلوقة ماتت وما رح ترجع لو شو ما عملت. بدك تنساها وتقيمها من راسك، عم تفهم علي ولا لا؟ نحن هلأ بالحرب مو برحلة. حط عقلك براسك وحاجتك جنان وقل له برجعك على اسطنبول، ساعتها واجه مصيرك. يلا 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 بسرعة عشلو، ما ضل وقت رح يقدن. يلا نشكر الله ونحمده، هاي رح ينتهي رمضان بخير وسلامة. هاد آخر إفطار إلنا، بدعي من كل قلبي للأبطال اللي راحوا على الفتوحات يرجعوا منصورين. آمين يا رب. سلطانة هيام، سمعت إنك بتحبي لحم الحجر وهني صادوهن هون مشانك. ويام مولاتي السلطانة، الناس اللي عنا هون نصبتولن خيام إفطار واهتميتوا فيهن؟ ما بدي ينقصن شي يا وئام. مولاتي السلطانة أبدا لا يكن لك فكر، أنا اهتميت شخصيا بالموضوع. جلالة السلطان سليمان المعظم. يا ريت ما تروح مولاي، نحن من دونك ما فينا نعيش، لأنك الهوى يلي منتنفسه. هيام لا تحكي هيك أبدا، اللي بدي إياه منك إنك تقومي بخير وسلامة. بتمنى لو تأجل حملتك بس لحتى أولد، وجلالتك يكون أول من يحمل الولد بين إيديه ويباركه. خلينا ندعي بالأول إنه الله ينصرنا ويحمي جنود الدولة العالية ويقويهن ويرجعن على ديارن ولأهلن سالمين غانمين، وتضل دولتنا العالية تخوف القريب والبعيد. آمين آمين. بابا، إبراهيم باشا صار له 15 يوم بالحملة، إمتى بدنا نلحقه؟ مصطفى أنت لساتك ولد صغير، أمك أكيد ما رح تخليك تروح، أنت رح تضل معنا لحتى تحمي القصر. يعني مو بكير؟ ولا أنا غلطانة؟ أنا صرت بعرف حارب بالسيف منيح وما عدت ولد صغير. بترجاك بابا خليني روح. مصطفى هلأ الوقت مانو مناسب أبداً لهذا الحكي. بسم الله الرحمن الرحيم.
حضرة الباشا. أنا بتمنى أنه تسامحني. أوامركن على راسي ورح أساوي مثل ما بتكون. هلأ أنت روح افطار. اوعك تغلط، فهمت علي؟ إيمو من وشي. إيمو. عفواً يا سلطانة، ما بتحبوا الراحة؟ وئام، بس قلك إيمون بتقيمون. اصحك اصحك مرة تانية، تحط الراحة قدامي. تحت أمرك. ليش لساتك واقفة؟ يلا إيمين فوراً. هيام، شو سبب هالتصرف هاد؟ هيام، حولد مولاي، حيجي الولد. وكأننا ضمان إنه ولد. هيام، ابعت ورا الحكيمة. يلا بسرعة، شو عم تستنوا؟ روحوا جيبوا الحكيمة. يلا. ويام، بدي البشارة منك انت. ولادتها مو بوقتها، يا رب تقوم بالسلامة ان شاء الله. جبت صبي؟ ما شاء الله يا هيام، جبتي ولد بيقول للقمر قوم لأقعد محلك. الله يخلي ويحمي ويربى بعز أبوه السلطان. شكرا، عقبالك إن شاء الله. آمين. بعتوا خبر للسلطان سليمان فورا. إجانا أمير جديد. تيتا، رح يصير عندي أخ جديد؟ ولد أو بنت كله منيح، المهم يكونوا بصحة منيحة وأمك تقوم بالسلامة. حبيبة قلبي أنتي. مولاي السلطان، السلطانة هيام جابت لكم صبي. سميك باسم جدي السلطان بايزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله. هيا على الصلاة. أنت اسمك بايزيد،
انت اسمك بيازيد، انت اسمك بيازيد. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، لله الحمد. سلطانتي، أميرنا عم يتطلع حواليه وكأنه بيعرف هالدنيا، مثل القمر ما شاء الله. يا سبحان الله، طلعي منيح، في كتير ذكاء بعيون هالولد. الله يحميه من عيون الناس. إن شاء الله أيامه الجاية تكون حلوة ومباركة. إن شاء الله يا ويام. على طول تعاود عيله من قلبك، انت منيح، انت ما نمت ابدا، روح ارتاح. مولاتي السلطانة، انا مو تعبان والله، بضل واقف للصبح على رجلي، المهم تكوني انت منيحة. هلا رح تشربي عصير مساوينه مخصوص لحضرتك، بحياتك لا دقتي مثله ولا رح تدوقي، اشربي منه قد ما فيكي، لانه قالوا لي انه هالمشروب مفيد كتير إلك. مولاتي سامحيني، ما قدرت روح بوس ايدك بيوم العيد مشان تدعيلي واخذ رضاكي. معقول يكون في يوم احلى من هاليوم هيام؟ جبتي لنا امير جديد، شو بدنا احلى من هيك عيد؟ شكرا يا مولاتي السلطانة، الله يطول بعمرك وتضلي بصحتك وعافيتك ويديمك فوق روسنا إن شاء الله. كل عام وأنت بخير سلطانة. كل عام وأنت بخير. سمحت البابا، السينيور كريتي عم يستناكن من مبارح، بتحب تشوفه؟ سمحت البابا، شكراً لأنكم قبلتوا تستقبلوني، أنا ممنونك. انتبه، هذا اللقاء مو مسموح تجيب سيرته قدام أي مخلوق بالدنيا. وأوعى تنسى يا سينيور كريتي إنه صفتك الرسمية مو هي السبب بقدومك لهون. بعدين لا تنسى إنه الكنيسة الكاثوليكية مو معترفة بوجودك كله، ولا رح تعترف. طلبنا نشوفك لتحكينا عن السلطان سليمان. جيوش السلطان سليمان عم تستعد للهجوم على بودين. سليمان ناوي يقضي على الملك المجري لايش، رح يغير كل خارطة أوروبا. طول ما العالم المسيحي ممزق ما ممكن يهزمه، وكل واحد فينا مو حاسبه منيح وبيوقف بالطرف الغلط، رح يكون هو الهدف التالي للسلطان. واضح إنه السلطان سليمان قدر يشتريك، نسيان حالك إنك بمكان مقدس. أنت شلون بتمدح عدونا اللدود هون؟ من هاي اللحظة انت روابطك مع المسيحيين مقطوعة، مفهوم؟ الكنيسة بتتبرأ من الخونة متى؟ حضرة البابا، انا كاثوليكي حتى الموت، وعم صلي يوميا حتى لو كنيستكن اعتبرتني من الخونة.
أنا قلت لكم الحقيقة. معقول اكذب وأنا بكنيستكم؟ مستحيل. مولاي السلطان سليمان المعظم، شو أخبار جيشنا حسام باشا؟ مولاي، نحن صرنا جاهزين وناطرين أمركم. حسام باشا، وأنا كمان صرت جاهز. أنا جبتك لهون مشان تشوف الجيش وتشوف كيف عم نجهز الحملة، وبعدين بتروح يا مصطفى. يعني لسه قديش لازم أكبر لحتى تاخذوني معكم؟ بابا خليني روح. هويا، ليش أمتي لازم تضلي مرتاحة؟ أنا مو تعبانة سلطانة، حابة أمشي شوي، مليت من القعدة طول النهار. تعي مريم حبيبتي. ماما، بابا أخذ المصطفى وراح مشوار، ما رضي ياخذوني معه. ليش وينه؟ وين راح؟ مصطفى راح هو وأبوه على مقر الجيش. يعني معقول ياخدوا معه على الحملة؟ ما بعرف، كل شي بيجوز، بس ما بتوقع. بس مولاي كيف بياخدوا؟ لساته صغير، ما بيصير. مولاي لما بده ياخدوا معه أكيد ما بده إذن. بيكون إبراهيم باشا هلا؟ بيكون صار بفيليبيا يا أمير. قديش بدنا وقت لعنده؟ هي صايرة بالشمال ولأنها بعيدة شوي، بدنا شي أسبوع. إيه فهمت عليك، وقت طويل، ولازم نروح عن طريق الغابة. صحيح يا أمير، والغابة هي الطريق الوحيد لهنيك. يعني إذا ما وقفنا ومشينا ليل نهار، كم يوم بدنا لحتى نوصل؟ نوصل بثلاث أو أربعة أيام تقريبا. مولاي، ما في داعي نقعد هون نستنى الأخبار من إبراهيم باشا. الأخبار اللي بدها تجي من إبراهيم باشا أكيد مهمة، بس لازم نتحرك من هون وبعدين منكمل بهذا الطريق ومنحاصر جيش اللوق، ومنلف من هون وبودين بين إيدينا. مولاي، مولاي الأمير مصطفى اختفى فجأة وأنا عم ورجيه المعدات والأحصنة وما عم نلاقيه. كيف يعني ما لقيتوه؟ كيف بتضيعوا للأمير مصطفى وهو قدام عيونكن؟ بتدوروا عليه بكل مكان.
hünkârım. Fethettiğimiz kalelerin anahtarları. Size sunmaktan şeref duyarım. Malkuçoğlu Bali Bey bizi bekler. Yola revan olma vaktidir. Çekilebilirsin. Sultan Süleyman'ı burada bekleyeceğiz. Sizler ormanın içine girin, keşif yapın. Buradan geçecekler. Bu nasıl adam? Sümbül Ağa hiçbir şey öğretmemiş size. Kızım, evladım, bütün altınları sen toplamışsın ama. Ver bakayım. Oldu mu şimdi bu? Olmadı. Gülağım. Nigar kalfam, bu ne güzellik böyle. Yaramış, yaramış. Hünkâr kalfası olmak yaramış. Baksana gözlerden ateş fışkırıyor. Hayırdır? Sen ne yapıyorsun burada? Misafir mi geldin yine? Yo, Temelli'den buradayım. Sağ olsun Hürrem Sultanımız öyle münasip gördü. Gülah, eşyalarını getirdik. Şimdi geçin içeriye. Geçin, geçin, geçin. Kırıp dökmediniz inşallah. Geç evladım. Güzel tutturmuşsun kıvamını. Dağıtın gitsin. Afiyet olsun. Tepsiyi bırakayım yersin arada. Yok artık abi, yeter. Yavaş yavaş kapıyı çat diyemiyorsunuz. Yavaş. Ne oluyor? Yavaş, ne yavaş. Oluyor? Vallahi bir yeri kırarsanız bir yerinizi kırarım sizin. Ne oluyor be Adem? Bunlar ne? Gülah'ın eşyalarıdır. Burada kalacakmışım. Burası benim, bana ait. Git kendine başka bir yer bul. Haydi yallah. Çık 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 çık. Çık. Çık haydi. Gidemem efendim. Ben de seninle aynı havayı teneffüs etmeye bayılmıyorum. Burada kalmak için çok yüksek bir yerden emir aldım. Elbette ki şimdilik. Sümbül Ağa. Valide Sultan'ın emridir. Gül Ağa burada seninle kalacak. Validem. Müsaadeniz olursa yarın kendi sarayıma geçmek isterim. Kesinlikle müsaade etmiyorum. Aslanımla İbrahim Paşa seferden dönene kadar burada bizimle kalacaksın. Ama validem, aylar sürer. Sürsün. Bir kez yaptım bu hatayı. Neler olduğunu biliyoruz. Valide Sultanımızın hakkı var. Burada bizimle kalın. Başka çarem yok galiba. Sümbül Ağa, söyle hamamı hazırlasınlar. Söylerim sultanım, behemahal söylerim. Valide sultanım. Ne var Sümbül? Gül Ağa'nın benimle kalması hususunda...
herkes hazır olsun. Nesi var? Kaygılanmayınız Valide Sultanım. Hatice Sultanımız gebe. Gebe miyim? Validem, işittiniz mi? Evet. Gebeyim. Hürrem Sultan. Niye geldin sen? Çağırmadan sakın gelme. Ben şey... Hatice Sultan gebeymiş. Onu haber vereyim dedim. Öyle mi? Ne güzel. Çık dışarı. Sultanım. Ne var? Bana kızgınsın belli. Ama vallahi billahi benim bir suçum günahım yok. Suçu günahı yokmuş. Hı? Nigar kafa. Sen bana ihanet ettin. Şeytanla ortak oldun. Beni katil ettiniz. Elimi kana buladınız. Koskoca paşa. Nasıl karşı çıkabilirdim? Mecburdum. Sus dedi, ben de sustum. Sultanım affedin beni. Sizin sadık hizmetkarınızım. Af yok. Bir kez ihanet eden hep eder. Şimdi defol buradan. Gözüm görmesin seni. Yarım Layoş iyice yalnız kaldı. Ordusu savaş olmak için dağlara kaçıyor. Hünkârım. Hünkârım, siz beni dinlemiyorsunuz. Size bir kusur mu? İşte, o gün ne oldu İbrahim? Sarayında benim canıma kastedilirken sen ne yapıyordun Hürrem Bey'ce? Hünkârım, ben hayatımı sizin ayaklarınızda... Söyle, ne istedin Hürrem'den?